السلام عليكم حبايبي، شلون صحتكم؟ انصحكم بهيك ايام، يعني هالاسبوع لا تزورون شمال ايران، لانه عطلة مناسبة وفاة هذا امامهم اللي يسمونه خميني، وايام عطلة احد والسبت والثنين، فهالاسبوع كلش ازدحام هنا، فاذا تجون تبتلشون بالاسعار والازدحام. برأيي إذا تأجلون سفرتكم إلى أسبوع ثاني أو بعد 10 أيام كلش أحسن. شوفوا يا جماعة كمية الازدحام في شمال إيران محافظة مازندران. بخاطر هالسيد اللي توفى تقريبا فوق 20 سنة، 25 سنة قبل، يسمونه إمام الخميني. فالإيرانيين بهالمناسبة يحتفلون ويزورون شمال إيران، فيصير ازدحام جدا